أنا مبسوط على السؤال لأنك تعطيني فرصة أن أقول معايير العالم كلها تغيرت. الثروة الحقيقية لم تعد لا في المواد الأولية، لا الفحم ولا النفط ولا ولا ولا، ولم تعد في الأدوات. كيف تستطيع برنامج كمبيوتر، برنامج يصبح قيمته تريليون؟ نعم ما هي جوجل؟ جوجل وين النفط فيها؟ وين المال فيها؟ صحيح وين العقار؟ ليس فيها أي استثمار ولا رأس مال ولا مواد أولية ولا مصانع ولا منتجات، برنامج كمبيوتر يصبح قيمته تريليون. هذا هو المستقبل. فنحن نقول أننا علينا واجب أن نعي أن المستقبل سيكون لمن يتفوق تقنيا، بمعنى information technology and telecommunication، تقنية المعلومات والاتصالات هي الثروة في المستقبل، وما يحرك الاقتصاد في المستقبل. وهذا البند الرابع في الخلاف بين أمريكا والصين، أن الصين أصبحت متفوقة على أمريكا في التقنية. هذا نعم موضوع خلاف رئيسي، وقوتها جاءت لأنها المتفوقة تقنيا. ليس هنالك تقنية مهمة في الدنيا إلا استطاعت أن تطورها الصين وتخترعها. نعم فإذا التقنية هي المستقبل.